يا اخواتي يا حبايبي، انا تمام والحمد لله. والناس اللي عماله تكتب عليا اخبار ان انا في اي حاجه، انا الحمد لله تمام يا جدعان. انا بكلمكم مباشر، انا عايش. ده في واحد ما اعرفش اسمه ايه كده، مش هقول له اسمه طبعا، طبعا عشان ده ما يعني بني ادم شكله